اوكي يا جماعه، امبارح وانا عم بحضر الحدث اللي نزل امبارح. اوكي اوه شفتك الحد، شفتك الحد هون يا شيف، شو التوكنات اللي حدا بيطلعوا لي؟ الو، كان في توكن اخضر وانا ما كنت فاهم له شو التوكن الاخضر. دخلت على القناه شفت التعليقات، كاتب لي هون صديقنا قال لي التوكن الاخضر بيستبدل ادخل فري فاير وشوف الاعلانات، اول ما تدخل راح تنصدم باللوز. وهون كمان اخونا جيمر لايف عم يقلنا توجه نحو الاحداث راح تجي سكنات اسطوريه. وهون حبيبي والله، وانا شلون ما راح اشوف على اللعبه صارت الصدمه. وهذا هو الحدث الكريستال الرويال. ديم لك شو شفنا السكنات متواجده عندنا هون، سكنات اللي حسب تظل احمر الجاز وعديد يعني سكنات، يعني ما اعرف وين نزلت السكنات صراحه، انا ما بعرفهم. بدل هون سكن حلو كمان، يا الهي صراحه انا صارت باي هون صدمه غريبة عجيبة. لهيك شباب رح نجمع لحدث، روح نرجع لحدث تبع امبارح اللي انا ضايع كنت فيه وما كنت صحصح منيح، شفت بعينكم يعني شو كنت. اللي هو حدث حفلة الحيوانات، هذا هو. لهيك لازم نجيب التوك الاخضر من هون عشان نروح لهنيك ونجيب اللفات، او لا نجيب لفات، شو نضرب ونلف نشوف شو رح يطالع من السكنات. لا تنسى نبذل اللايك، ها لا تنسى نبذل اللايك. يب طبعا هون عندي الان يا طيبين ركزوا معي 86 توكن اخضر، اوه واللفه الوحده طيبين هون 200، يا الهي يا شباب ترى معنا يوم الحق الجوهر راح يصير حبيبي والله. اوكي نجي لهون ونروح على هذا الحدث، نجي لهون تمام ايوه يجينا على الحدث هذا. الان حان وقت اللفات، يعني هون اذا لازم نجيب هالتوكنات العشرة اخضرات نشوف شو راح يطلعنا بعد ان شاء الله يعني يا جماعه. اوكي هيك ما راح يمشي الحال، نحن ما بدنا توكن اخضر، لا تبلشوا. ايوه شو عم بحكي انا، قلت ما بدنا توكن اخضر، شو عم بيصير معي يا شباب؟ انا مضايق شوي، اعطوني توكن، بدي قصدي ما بدي الاصفر، بدي الاخضر. انا ملقلك، لا تاخذوني يا جماعه. اوكي هي اثنين، حلو ثلاثه اربعه. لو كان يطلعوا لنا التوكنات كم بصير عندنا هون لنشوف، نشوف الوضع شلون. يا جدك ما بد، ايوه اخضر، بدنا التوكن اخضر ترى شباب. يعني شو هاد؟ اوكي حلو، هي صار عندنا التوكنين. هلا نرجع بدنا نشوف كم صار عندنا التوكن. التوكنين 94 بس فقط، 94. استخدم التوكن الكريل للف اللي يوجد عدد الكافي، تمام. قولي والله شباب انا طالع لعبه جوال راح تروح اليوم. يوم لا ما بدنا البطاريق هذا معلم، لا ما بدنا البطاريق. ايوه هذا الحدث معلم حبيبي والله. ايوه يعني لا مشاركة، شو ما بدنا نشارك شيء. ايوه ثلاثة ثلاثة، اوه حلو والله بلش يطلعونا منيح، بس انا خايف ما بعد شو لما ادخل الف ما يطلع لي السكين اللي بدي اياه يا جماعة. يا الهي ايوه قولي ايوه يعني عليك ايوه حلو. يلا كملوا يلا يا معلم، يلا يا معلم حلو كاف. لا بدنا 10 توكن معلم، لحد الان ما طلع لي ولا. اوبا اوه اربعه، انت والله الحظ مو طبيعي ها، بس يعني مو لوز اللوز يا جماعه. ايوه اوه ثلاثه حلو، صار معنا 300 بطه حلو. اوه اعطونا 5 توكن باللوز، شو هدول عنا هدول؟ صار معدي هدول، نجيبهم مع اللي بما انه يعني تاركينهم نحن. طبعا جمعنا التوكن وجمعنا يعني نجيبهم. طباخ وما طباخ، هالسكنات حبيبي والله. كفو شو بقى عنا هون كمان؟ واحد هون عنا سكنات كمان، قول لي هذا وكل شيء اخذناه هون، حلو باللوز. يلا كملوا. ايوه يعني عليك يعني يعني حلو. على فكرة صار معنا، لازم نروح نشوف كم صار معنا من التوكن الاخضر هذا. 132 فقط، ويل يا اخوان. معقول نلف شي شغله معنا يطلع لي شي لفه سكين بيكون عندي اياه من قبل؟ وال اقسم بالله ترى هذا معلم حبيبي والله. اوكي كملوا شباب، كمل شوف لي عقيل نوصل للفه لنشوف وضع. اوكي يلا روح. ايوه تمام حلو. ثلاثة، شوف لازم كم صار عندنا، لازم نحسبهم.
اوكي راح نشغل العداد ونخلي العداد تشتغل هون. اوكي هي صاروا عنا اثنين زيادة. اوكي هولي تمام حلو ثلاثة اوكي اعتقد الان كم صاروا عنا بتعتقدون؟ ايوه 101 151 صار عنا هون. اوكي وحدة 151 اوه اوكي ثلاثة زيادة اوكي لا زبالة. يلا يا ولو يلا بدنا شي 10 توكر باللود دايم يلا يا جميل. ايوه يعني عليك توكناتك يا جميل كفو حلو وصلنا 163 هلا اوكي او 166 ما طلعنا ولا شيء ولا شيء دايم برو ولا اوه قولي حلو كم كنا والله ما اعرف العداد شوف العداد اوكي كمل يا معلم نشوف الوضع لا 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 قولي كفو كفو حلو حلو ايوه كفو حلو يا اخي لا اوه ول 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 شو صار هون يا شباب ديم والله ايش باللوز هون صاروا عنا 183 شي حلو اوكي نكمل نايس نايس اوبا اوه 10 اوه بلوز صار معنا 199 لا بقينا ثلاثة فقط اوكي اظهر شوي طلعنا ثلاث لفات لنشوف حلو حلو اوه وصلنا لل 200 يا جماعة الان حان وقت اللحظة الأسطورية يا اخوان اوكي يا رب ان شاء الله يطلع لنا شيء سكين يعني ما يكون عندي اياه ما بدي سكين ما يكون عندي يعني ان شاء الله يطلع لي هذا عاجبني هذا مثلا ولا هذا ولا شو كمان شوفوا السكينات حلوه كمان هذا عندي هذا عندي ايه بدنا هذا او هذا هذا نشوف اوكي نجرب نلف يا شباب يلا بس هناك صرفت كثير جواهر بسم الله استخدم لف ايوه لا يا رجل لا 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 عندي هذا يا اخوان عندي هذا يا جماعة عندي لا 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 هيك صدمة كبيرة كثير هيك انا لا لا الحظ عن جد زبالة يا جماعة اوكي بما انه شاب صار زمان بما نفتح ببثوث مباشر وكل هذا الشيء الاسطورية رح نكمل حرق الحدث شو رايكم على البث المباشر من بعد يوم مسويات يعني بعد ما تشوف هذا المقطع مسويات احنا بنكون فتح بس مباشر طبعا انا الفتره الاخيره عم بفتح بثوث مباشره تقريبا على جميع المنصات اوكي متواجد تحت بالتعليقات بالوصف ليك يا طيبين الان شوي اوكي عم نحاول نرجع لكم رجعه اسطوريه اوكي اعطوا رايكم هذا المقطع ان شاء الله استمتعتوا معنا بهذا المقطع يا اساطير مثل ما قلت لكم كل الاسئله عم موجوده بالتعليقات عليكم شو القصه ليش هيك تفاعل نازل ليش شو القصة؟ أنا بخلكم شو القصة شباب راح أفرجيكم. قصة ما فيها شباب في أحد المشاكل الموجودة بالقناة عندي إنه أنا ماخذ يعني إنذار سترايك، أوكي؟ على أحد الفيديوهات القديمة كثير يعني كانت من بداية فيديو يعني أحد الفيديوهات الأولى لما كنت مبلش يعني باليوتيوب، فهمتوا علي شلون؟ لكن القناة شباب هي بفترة يعني في شوية يعني أمور يعني مشاكل وردة أفعال وكل هذا الشيء يعني طايح. واحد الأسباب تاني شباب إنه أنا كمان سحبت، أوكي؟ لهيك يعني راح نحاول نرجع ان شاء الله باذن الله تعالى اكتبوا لي بالتعليقات شو تنصحوني انا كنت عم فكر افتح قناه ثانيه نبلش فيها من جديد ونركز على اشياء جديده لانه هيك ايام زمان شباب لو واحد كان ما يعرف باليوتيوب ما يعرف الاشياء كلها على بعضها يعني كنا نعمل اخطاء وللاسف يعني شو بده الواحد يعمل بلعناها اوكي والخطا كان يعني لحد بالنسبه القديم كثير سو الله يسعد اياكم يا طيبين ان شاء الله استمتعتوا بهذا المقطع محتاج مساعدتكم اوكي وصراحه يعني شباب بدنا تحفيز عشان يعني عن جد نرجع اسطوري مثل ما بتعرفوني باللوز ليك شو استمتعتوا بهذا المقطع نشوفكم ان شاء الله على البث مباشر نكمل حرق الحدث على رواق باللوز يومكم سعيد نشوفكم على خير تشاو